إذ ننجم عن زراء لأنه دنيا دار ابتلاء تزداد الامتحان اختبار الله تبارك وتعالى خلقنا ليس مشهد يخزى أيكم أحسن عملا من اسود غيفغن العبد الصالح من اسود غيفغن المهمة نص الوظيفة نص كاملة انظر بأنه كذلك يذدد ثمرة والتعب والشقاء والعذاب رب خلقنا الإنسان في كبد ما رورد قفز مغروم ورد يمشى انظريه كذلك انظر بأنه دار الدنيا دار التنافس إذن حمات اجتزاي والنظم سباق مستمر وكفاح وجهاد مستمر وعمل قائم ربدا خدمة ربدا العمل واجبوا بدي واجبوا فاريحة مبنى يوحرني وحما يكمل للدنيا نعم كذلك النبي أنه واجبوا دار استقرار لأحد واجشاء ذاته غيمة وهذا يسنت غيمة شاء وخيط تصني وذن غاسن فكرة يتعيش كأنه يعيش كأنه يخلد في الدنيا أخ ماذا غيقيم ربدا ويتفق عن باص والدليل انه يجمع قرن سمارة يبد خاص يشوف الدين زيار يشوف زيار وخا قنجان الحياة سمارة وخا يروح خاص بيتا يحسين يوضع يسيرس يوضع نفس نيضان انت ويتنزلوا راخ يجن حاجتي حد قع ويكشي حد ويوصي حد وين هذه الجهة انت وانس وين تنتي وذن قع وانس تيهدن قع قد تيران دايسن مش تقول عقل مونيتا مش غف إنسان ذي تجين العقلية ذا ونذم السان إلى ذا الداثة وهذا يتغيمش السان إلى السيخرة يجنها هذه خسيران شو معد واسي مرمية وشا مار الفكرة يقطع يا يزن تمغارين ولكن اش الدين ذو زيان ذو بديو نقد الدين يجذي أرحن من النبي صلى الله عليه وسلم طول الأمل والشح مغانك بنذم الأمل يعني ما زال قيعاذ 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 ذي الشح زيار هنا ما نشت بنذم غير كي مغاني هنا مغان كيس كتاع اي نعم فوهدي دار استقرار وهدي بول ضدك هنا والو ولا التمتع هذي زي استمتع بنذم لا والو ما هذو بيشان يجي استمتع ذي الدنيا بذوي زي تخصد يسن ديلا وغاسر خباني غير توني غير هاني غير الهفني غير قريشان العلة وشاس جي في استمتاع مش نوم ايش تجيني اني وايد دين دين سلمين الذين كفروا ياكلون ويتمتعون كما تاكل النعام والنار مثوى لهم اي نعم النبي ان الله سبحانه وتعالى ان نغذي القرآن لقد خلقنا الانسان في كبد اي خلقنا نغذي المعون تمار ما رشغلنا في دنيا نشمع نعم وأن عاود بأن الإنسان يخد قدغات الدنيا يتسد خميثي تارو يمس يتسد يترو ما يمي كأنه يفقد زي التاسع يصد غار حسران انت الربيس يفقد زي الحسران ما يشتغى يتوقع الديس من هذا ما يشتغى يتوقع الديس أقات ولا نفس نشافن إضان شافن أسجي في أسود داي يجن حسران وأسبور حد دليل لقد يجن بورسطة مزيان كسيت مس سيفيت كسي وغير ورغم ذلك يخدق دي الترو يقال ايش امشي انا خيازي الدنيا ما غالي استعب التصدي الدنيا تعب كلها الحياة فما اعجب الا من راغب في ازدياد يسنون ولهذا نشينا بان الدنيا مارد الفتن فتن متتابعة متتالية متعاقبة ايش تنتفضي النغني النبي صلى الله عليه وسلم اننا قد اسنت الفتن ان تعيشم كقطع الليل المظلم ثم اننا احضث يخفنهم ازاي سنت غاوم الفتن ليكيهم غيرين وين الجم ورذي الجن زيهم لذا يزر التمغار ولا نبلو أنكو. الله تبارك وتعالى قال ولا بد لهم جغل امتحان يعني الفتن بالخير أو بالشر والخير نعم إيه إننا غقا في تانان ممكن تمقرانين الظهان تعال في آخر الزمن النبي أن آخر الزمن مروات جيذ وقيوس أقريب آخر الزمن أقريب التصنيف ذان خميزار نشان الحركات زي الأجيال
جايز نقضي في مغارين قانا شوية وذا خير الزمن صافي يلحق آخر الزمان نغش من خواتي ذوقا نسيث إن شاء الله تبارك وتعالى. ولهذا نشين ونذغي النبي صلى الله عليه وسلم حضرت يخبرهم زي الفتنة قاكنو تصنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إننا نغذي الحديث قال أم يا أحسن من دي استغى إمزوان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذي نجي سنوانس ذي نجي ثلاثة مابعا الأجيال ذي دوانس ذي نجي أحسن عافيتها جعلت في أولها وسيصيب آخرها ابتلاء وأمور تكرهونها. قالوا الجادة سنت نسرين وأنت قبر فعلا ويتحدث الدان نسني غذي المجتمع ورنسي الداكس الإيمان تورى الحياة ممشت الجواب مخالفة للشريعة ويتخيق ويتنرفز ويقام لا يغضب، يعني قال من هو من مثل جد نشتم ويشن دي مسر مني ما غاد نشتم تسمح مضي الشريعة تسمح ذي العبادة تسمح ذي الدين روح نغى الدنيا لهفن خس بهري خسواها ما يمي. نعم نزرى بأنه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام قال مضي الحديث النية أقدس انت الفتن اشتن سقدار سنزيد النغنية، يعني كل ما تزدير الفتنة تمقرن تختني هذا شوني جند المؤمن من ما تزدير الفتنة قال سوى التا تيدي غي وندع ما تخفي غي قضان أتعذو ثنية تستنغ نسيني وصافي التا أمو يمو حما حما يمو حما يأكح أمو غير الفتا ونواي الدين أمو سنذي للإيمان غاص ضعيف لأنه الحياة أمو يتجذي وقتا كتا صحيح. نعم إن نغني خصنا ذي يريد المؤمن بالله واليوم الآخر يخص خمي غايد غيز غاز غيز الملائكة في النعمانس من غيز ملك الموت ديني من عند عما يخص ثفن مش تغيفن يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني ثفن ده بسلم يعبد سيدة رب العالمين ذو مقان يؤمن بالله واليوم الآخر يعبد رب العالمين يعاود مش يتقاكي وذان مش يخصص جني وذان إذا سنتك يؤتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه أمو إن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. ثم لنا بأن الفتن تمقراني نطاس قتوارا مرخثو رموكت ماشي جا تمتاني وذنس الألوف ودي جندي هاي جند ألوف استعمار احتلال يوذن مش جا وقت صير مكتعاد ودي رموكت ولا يتقطص بنادم الله قط فوسيت كذي هذا عيت كذي واتي من تغدش مع الدي بنات لطيف ماشي الزمن الحبوسات الاعتقالات النفيان الظلم الاعدود والعدوان المسلمون مارة ماني مجان قاين دي الكشفث يمسر من ماني مجان قاين دي تمارة إذ نضع هذا ماريكان يقهارج المجموعة دي الصومال يقهارج استيارة سفغن تنزيل الدم نهني دي مسر من خصنا نلقينا شريعة الله ومن يمجن نهار يمسر منها قاين ذي المشكل ذا مقرا النبي أنه المشاكل ذي مقرانين مخزا ذي سنتو أسنت نزمها أنت نحل نعم ابن المالي السن ذي غاسير الخبا ذي سحسف ذي التار ذي الدعاء يمسر من ذي التراب ذي يرفع البلاء ذي سخسي الفتنة نعم، ولكن وجد المهمة مقرن غان غيدا المهمة مقرن غان غيدا هو الفتن نغنشين في مزيانين لأن ذا غيوذ سن لأن كين غي تعيتيرين دي ثودرين النغ موين النا إذنين الجمعة الفتن النغ النبي أنه الحق ضربات رزقهم إذن يجي ربي العالمين هني تمسحسين من غان نبقي من النار يوم القيامة وخا قوماثن نين قوماثن ما سنديش تبابا سنديش جن يجي تحب الحق يجي تحب الباطل تمسح سين جالس معاذن شغله مراقب زريتي وذان تعيش ندايس سننت ام يا يزنم في مغارين سنين الحق در باطل بدا قاين دي جارنا وزما قيم نعيش جميع وزما دسنا ياك ويا وزما ديال الهدنه جالس ورا السلام ورا شن حشت. نعم فاصحاب الحق النبي ان اصحاب الباطل الزعيم نسند القائد نسند الملك نسند هو الشيطان نتاين دهن السوق الأشرار
تين دان سوخني وذان يعفنن نهني تصدغن خيوذان تعدان خسن تزيان ناس الشر كانت نرقل المعاصي ستون ناس الدين سبقير نتخسن تزيان ناس نعلمين كل شهوات تزيان ناس نباطر يعني مخالفة الشريعة الشيطان في العسكان هذا التادر خدمة ما نجحن ونجحنيش النجاح عظيم في الدنيا نهارا الشيطان ذرع سكان النص ذر فطر إنا خلاص أما الحق أكسنتي وذان ندن ذي المؤمنين صالحين سواء ذي الدين نغذي المعاملة نغذي الشريعة نغذي الأخلاق نغذي من دماء قبرن حق كسين حق تجنت كسين تخسني وذان إلى آخره. هذا كلام مرة جس كمراجعة لأنه مهم ننفذ الجمعة. نعم نبي أنه نشين وانزمار صحيحا أثار ذي الأحداث يعني وانزمار نحل المشاكل ذي مقراني نمثينا ذي الفيتانا واسنت نزمع واسنت نفد قبريد ولا هنت نكس ولا هنت نقرع ولا هنت نسبد ولا هنت نفرنا وانزمع إذا نند هاك المشاكل غان غدا منه في المشكلة مزوا غانغ إحن جان إحنا جان ذي النغة الجوانة نغ ذي النغة نكش المفتح ذي النغة يزن غندي ثدى ذي النغة ياضنا الروض النغ ذي النغة يتصارف نوكيقل النغ ذي النغة الخليفة النغ ذي النغة يعني الله تبارك وتعالى إن نغة وشي غون تند النعمة ثم وشي غون تند قرة العين يعني النعمة مش ناو المال مش ناو المال والبنون زينة الحياة الدنيا الزينة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة العين زين زين زي سدات قانس رخو جنسن ولا رحو جنسن قاني مزيغن اللهم الجن صدع ولا والو ونو غا تجيبو حنجان قد جيج انت مار الطم قرنت اون غادان عاودي صغيو الزيسن ولكن يخسر النعمه من غادان قد النعمه يخسر النعمه وتقصد النعمه اما يقرر سيدي رب العالمين اي نعم قرة اعين نعمه ثم يجي عند النقمه شو موا لانه الله تبارك وتعالى قرن أقا مرس رهن كني وضعون لا تلهكم أموالكم وأولادكم ومن يفعل ذلك منكم فأولئك هم الخاسرون. الله تبارك وتعالى وننغ ونغير هنك ثعون سديت المهمة سديت الشغرنس وهي العبادة أو مرخبة العبادة ملا يعيز جزاو ميجن زاو نغنش نغ تمغات قبر غال عبادة مري قبر غال عبادة وحدث والله ما تقد هذا على ذي هذا راح ذي السعد في سعافين ذي قهوين العبادة العبادة غاص صلاة مري قبر يتبنى ممشي وما ين الصلاة كانت على المؤمنين كتاب الموقف والله شكل نشمر قبر العبادة ما تقدد أقشت كان غاص صبحة الزج من ذي شتقى العبادة قارش قيم ذين ذي المسجد نغذي ذي الدان نشار تنقافوش بغض نقافوش زاد اثنين الركعات قاك ليس انت تصن دجاو النهر ما ننسي ورخص هذه صبات شوي توا ناس دروس هذه هي نزر الطحا او انا زرد الطحا زرد الدواء او انا الدواء زرد العصا او انا العصا زرد المغاب او انا المغاب زرد العشاء او انا العشاء شوي دي خصت كان زرد الدين زيد سيدي النهار ني خدمه ثم راك كي صومي كي الصدقه كي زياره كي صله الرحيم كي العمل كي كلش ما رزقين العبادة وهو تقم. ولهذا تبارك وتعالى مش دنيقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقك النوي العبادة وها ما يوذن خو من يجي العبادة يوم يخرق انت واحد سوم يخرق من ده سيجيس وخاريت انت ذي تقتن جات مر كأنه ذا غي قيم. لا يا أخي والله العبادة تنيغة نفذ تنيغة نجبد قنظر نيغة نجبد ذي الأخيرة. نعم لهذا نيح نجانا النبي صلى الله عليه وسلم سمات الناس توا غاسيا والناس النبي أنه يجنا يتزر داخل المنبار يهوى دغاس نكسيثن إن لا حول ولا قوة إلا بالله صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم رأيت هذين فلما استطيع أن أصبر هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إحنا جان غانغي جند النعمة ولكن خصت نستخدم ما مش نسخارة قدن لابد كيسن بدك إحنا جان نفس نسشن سيدار بيز نسشن العبادة الأولى كسنسين مش غاقني روضوخ من غير ثندي 7 سنين الله يديكم سب الدغارة فهوية غاو مشان روضو يروضو قبر نسشنس إلى آخره. كذلك هذا سنسين القرآن
ولا يوفي وذي صغي يحفظ القرآن والسمان الخاني ويوفي شامين غاس غاف مغاث القرآن استصغاي ميس إني يا ولدي مجد استقايني فالثلاثين الحمد لله رب العالمين وانا يقصنا ذي جمع قال إن شاء الله لأولاد استفغند النعمة وأنا سأذير الخير. نعم النبي أنه وان جحشان شي لمسر من دي تربية الأولاد فقنا نغذل فيتنا صحيح كذا يبدان قاين دي قارتهم قرنتك تاوان صن وإن كان الحمد لله نشين غانو مازال الأسرة مومون واجدي مفككة واجدي مبعثرة شنو ماك تدغى حد النظن الأسرة فاميليا مازال عاد غاس التماسك مازال عاد الطفن يبدان يوقيا ومازدو ماس وتمازدو تماس إلا أن الدين غانغ يضعف. ولماذا؟ لأنه بنادم ويغري سيمانت الناس مش غي جذي الصغار يا حنجان ويا ربي مش غي جذي يا ربي يا حنجان ويسن من دسن غي السشد إير هاكي سن مشات السيد تسود دوريف دوايا ستا ذيني ذيني شان نغني تخاوسني شقي يا حنجان غاسن 10 سنين غاسن 12 سنة المدارس مصيبة المدارس دي 700% محضرين ولا ذي الجنوايا وتزيد لنا ذي شنو وقت ذي المدرسة ويستفيدن ديني الظهر عصا رمغة وتزيد ديني سيحن جان غاسن 18 سنة 20 والو ما كانش جيني جني فريديها قانس المسجد وغاس غير راح نوازي تريح حد قاع ما الصلاة واتشي يمو ارتفريد قعدت هو غير الدرجة وخسنا دي الزج الزج ونواي خسن ما عليش لا ما يجوز هذا مرة نصد خمي غايد ندها مرة خسن غنصد سيا يزنس مغاري إلا ونغادش الحالة خاصة ما الصلاة جين فيها ذا بالنس ذا الهواية أخو ذو راق مثل ما قصد بوكي ساتر من ذا بوكي سني غاد كثار رياضة وروح قش كثار رياضة نشوات قغبوا الرياضة ما ذا الهواية الصلاة لقد فريضة على الجميع ولا بد أي نعم أيوة النبي أن الفتنة ويستنين أجر النق الأموال صحيح أنا غيس الفتنة لأنه ما أنت الفتنة ذي سيدان تم قرنت مارة وهو الحلال والحرام يستا وإذا يسدين وإذا يزدم قرن دي نمر واحد ذي المال الحلال والحرام ما نجا ما قرنش ما ذي الحرار ما ذي الحرام ما نستي ويد ثم مرثوا من قلب ودخش خسيس قصص ذابقة وهذا العلم وهذا العلم من تجد زي العلم منش ما وش الصغار من تسرير من تغريد من زي استجد أقرانش ما يستي ويد ما نتنفقد ما رغاك الخباقة والله حما واش تنقري عن نظام زي مواد حما يستقصر سيداب بما نستي ويد دورو ذنش أرزقني قعود وديكيني أرزقني شمش قاقل شرخلو قايا وراء غاقش دورو ذو نغني وراء أتغاد أتزاد أتزاد ستة وين أتغاد وذي قابوك أرزقين وش معقرغ متوا غاري عشرين سنة مش حتوا غاري التمنيات أميرخو مجي غابعين ومجي غستين ومجي غثمانيين مش معقرغ مش حدي صارفغ مش هاسي ذا بيسجليه أحصاه الله ونسوه مش انتوث ولكن سي ذا بيسجليه دورو دورو فرانك فرانك سنتين سنتين ماني ستويل ماني تجيل اش خاسي سقسا اش يناقش شكوا السنة تجاوب لا السنة تجاوب غا اقرا كتابك غارت زاد و 100 الف كي غسامو شتي غاستي واو شي اختدا 40 دورو 10 دورو دورو 2 دورو مين تخسر قال خيرا وجينا الدنيا شغل هذا ومبقى غرخثو مالك يا غير الشيخ كي زعما في كي كاش الملك فيك ني غشاني القواد في بنادم الجن ني جبريل ني الملائكه هذه تفيو ذا سنين ثيمان كي ما يستي وما قالوا ما يتي وقوا ضاربي وهو قائم على كل نفس بما كسبت أحصى كل شيء عددا وسي الضوال يسيد ربي غادي يسقسي وذا نجن نجن ما نزدي ويقرن هذا المشكل غانغي تنقرن ما نستيذني وي ما نذن ننفق يوذا كدني وذا المؤمنين وتحب في نعاشي وإن الإنسان لحب الخير إلى شديد إنه لحب الخير إلى شديد تحب المال مشينا مع عباد الله ولكن يا أخي خصوني الدند العاقل هذه ميزة هذه ميزة هذه الشريعة نصيدها ربي لأنه المال خصه ورغوة تشنه نشين إجان نصيدها ربي الخليفة وها وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه شيك قشت خليفة نصيدها ربي ذا رزقني غاكي الدنوها واتجي وانا شذي سيراني حرما واثنطا استعمل العقل واتشي في اني غي تاذرن وتمغارين اني غي حراما اني غي تاوان اني لا ابدا اقران نغ نعم غان غي سد الفتنة يكوريشني خصا ذي السن اواني واقران نغ لنا في مغارين فتنة مغارين المشكلة
مشكلة تمقرانت لأنه ذمغاري النهار سبوهر ينت المجتمع خاوضن تجين تسيجو خاوض دمقران ألا ميذورا تجين تنت ذمغاري ديس كفراتي آيزن نحسبني خفصن ذي الحجاج تجي هذي زنزيك وضروثن غادي زنزيك سرع في النغني من تخسل عناي تجي ذمغات زوق في انت مصيبة أما مش قوانت الشارع أما الإغواء أما الإغراء أما الفتنة أما مخالفة الشرع نيع والرشيد يخن غين تمارين يجن تقردم قران أرمين واجين تحد واثين جار الشباب سمح ندير مريك يستا والجميع مغي مريك تمارين قين تذي بارا ما دام تضم زيانة ذي فغا بارا ذي كمام شيخ أيوة يسماسي الجيثنت يحضرني ذنا ذي سنتير أمام شيخ انت يروح غاي سيسمي الدنعاو الثاني للشارع مرة ثني ذا الشموة وريناس ثني وتيرا ما نستدني ويثني كتستور ذا من يقصد هذا يستقيد المعصية ما نستدني وي زي هولندا لا تمغربش ذو تماش ذو خاتيش ذو عمتيش ذو يماش ايوا مرة ثني شكتر هذا كيسي سمي الدنا ذي وذا نذر هنا من زنا يزنا به ولو بجداره واني غاي جنشان جريما معصيا الزنا هذا استوخرق وخا غير حيض وخا مرا وغا الشقع غير حيض هذا سجن جريمه توريد الحيض النص والله حما وسين دغاس هذا سجن امو ان العلماء الصالحون الصادقون لان غا قال ثاني تا ضمار وص الزنا ضمار وص شيخ زام شحال فاضرد شحال هذيك غيوقع شحال غتجذي وذا انا ذاك في الجد فاثم غارين سيود تنغرب الدرجة يا يذور الحاج مبهدر المعلم مبهدر الفقيه مبهدر المرشد مبهدر العالم مبهدر مبهدر يديس والو أما كيف يخدم انت بس الإمام ذا المرشد ذا العالم خلاص أحرم من مثل جيت بهتير ثي بابا ما ذي يقول قرأي مثل نجين فنارة تني تقنام وتين شمان نمك فنارة إشان نمك فنارة إشرعوها أما الجرائم بذا تكوري اشتنتك الجريمة كوري شتن تياضني غوافي ريدتك الجريمة إلا أن الروض شرعي شرعي إيه قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الله تبارك وتعالى قرن نصوص شرعية مش حارذ الآيات قرن مغارين إذا أنتارو نسنت القمر خامن سنت ميمية لعاد تبهري النيام موقف مغارين ثم نهارا انا ادخل دي وغا عذرغ صغد سيور خت مغارين الزواجات دان بعض نيا يزن روح لك مغارين نصن على طول ما معنى يروح كيس يعني سبغ خاص يهب دخاس خت مغارني نص وشافي ويسرع قر مارة فعمارة سور مارة اتو الزيس فاميليا مارة اتو يما سور الوالدين التوثن ما يمس مغافني داني وذنا منشغاري رخبة زريخ ثن انا يثي وذان ذاوي وذام غاذني ذاوي يسرع قر مارة ذاوي يسجيث ودي نواها بل شقر ذي الشريعة الناس كسوين كسمواثين جيت خوين كسداثين جيت وين كسر حاجتين شوق ذي الورثة نغفي ويكوش انت تجشرع النيث من عندها ذاذي مريج سنغي وذان يموث وايز تخر في الطمغات طاول نسوا سنتكشي والو هذا سنتوي في الناس المغا الناس قال نشي غيا وين اجي لهم بابثو كني والو ما خص غادهم شغشا امين واخص هو التاس والو ما ناوية اه في ارياز يسمح ولا ذي الدين ولا ذي العبادة ما يمي ايوا قدم غا الناس عز خص التاس لا اله الا الله يتجاور مغنيتي بهدر ثمغا اذ جيت ما معنى بهدريتي اذ جيت السوار الزايز ويغير قاغا ذا سي عاود الخبان تمغاهني يسعقارت يشيت يحبسيت ثمغات واتفغ ثمغات يا موقصت يا موقصت ما ثازو مسكينة ماني غاث الدواري ثقارة يشتن والله غاصلا ونص قارين شاردة في الدواري غاسد ويجن تلا جواثوا السي مغي حنجانا واتح غزي سنتا ويسعقا ثمغات ارد درجة وين يعبذي ارد درجة نغني ثمغات من دستنا يشتن من دستنا وايسنا سرومي توكس وذا يتحذى فمغاد شد خوايز نضارث ما يميه واشترع سيدي قال شرع موية قال شقة عيش غذي لي بيرتاد دي الحرية أسيكي مراد فياض يجون قرام عبلين تهديد خطير ايه ما في مغارين الموضوع واني تنت مغارين وغان غبور وقت ما انت ليس ليس عارش من مشاكل تم قرانين لأنه من دوم غيني أو ناس غان غلوالدين فتنة الوالدين
دان بعضني وذان ما قاطع عند والدين تماما سمح ندايسن نهائيا وهذا سنازن وهذا سنشقين ها عصانتن ها سمح ندايسن ها وسنشين الحقوق نسن دان بعضني وذان عاود ثاني ان الوالدين اذا يسن ارضا الوالدين دايس كلشي دايس ارضا سيد ربي دايس ارضا الجنة دايس الاخير دايس الدنيا يقيم غابة زي مس عاود ثاني يسمح ذي الواجبات نسمارا يسمح ولا ذي العبادة ولا ذي الدين ما غاي إنه يوان شفاق هذه الناس إيش مسكيري يكثوا النغنيت هذه الناس في الناس يمس والله مدي ما غاي يمس وحنجاني والله حمان غيرش الناس في الزار أرضة الوالدين وغا من غاي الجد انت مسكيري ما أرضة الوالدين هيك مسكيري ما أرضة الوالدين مين دي سغادي انت مسكيري حكم الناس الحكم الإسلامي ذا عمود درموكت عمود درموكت مين خسغة السرقي يمس بابس ما يمي ويروح عاود ثاني واني تيغاق هاك الوالدين مار لا الدان بعضني وذان والله ذي سيما انا يعذون سريغ يثارس اميس يدعى بابس اميس يدعى بابس ميخت يدعى تيني بابس ميني تيك يتغى يقرس يثيا وين نسوى تيار نتار رضن شد واتيك نتار رايم بابس شد وذي شنتي روح بور حرذي ويا انت ما يخسنت إيش دخل الطاس إن سبب الجيم إيش ثين الطاديس واي وجيت جيت توالو جيت توالو جي والله لا يدعى ما يقع الطغيان العدوان دل بعض الوالدين طاعون صلى الله يحفظ وزن ما ثنزان تزد وثن قبر المرد جين الدين نغجين السنة نغجين الشريعة نغ سجمن وقبر الوالدين سنخفن الخبر هذا مقاوة بغرق ديليبرو قد وارق توارق تغزاغ ليس عندي الشباب زيان خسر الوالدين سنجو زيار ارتب اواني الوالدين ادس انت اومات جانب عاد مومات تمسكسين تبقطع عن فيتنا تمقرات ما يمي غصم غاف والحريق يا استاذ ام غاف نسوى الحريق ايوا يقضى يقضوا قطسني ما رجع رانب الله اكبر يا ما غا ايوا ما يمي يشوق ذي ما يمي وهذا يكشي الجهتين ما يمي انت يوي ذيها ما يمي يوقي غادي يسنفاق شاف او مثل شامس حسين يشغرني ما يفغ ودي قيم غاسن وها يفغ ولا غاثا ونصن ولا تا ونصن مع ذن فيتنا طام قران فيتنا الوالدين فيتنا طمغارين فيتنا انتومات انا الفيتنا نغنيت الفيتنا نغنيت طام قران تعاون الفيتنا نهراش دان بعض نيولان دروس يغيهرش دروس يسغي قصي تعرف التبارش انت ما رخدولش ما رضترم واحد أي الموظفون والله الموظف ويهرش ويوضي نظر حد يقال رح أوفي بس ينجيب شيء عشاية الله ما أحرر ما غم عليش طغس انت مغارين دي آيزن شم سمح دي أبعيني وذا انت في أرماذا انت صغار قد انت سعافين النهار 8 ظن البرنامج يجوا الدروس في أرماذا شم في أرماذا نشي في أرماذا ونغني في أرماذا وين بأنه الدروس هذين شم ذو عضاوك دبني وظيف إجام طبع عشاية بطر ميمي المرض مغا ميمي غير ديان المرض قواد دي المرض دم قرن قعور هذا المرض الدني وذان قواد دين دي الوظائف قاين دي ثوذرين هذه هريش دروس أجيني واقنش قايني وضبب واتزم شا مغا وقد السكوة يمين دي إخنيوز دا أغفي بيشتي دا ورم وضبب يصدغار فقه نش تورق يوم يصدغاري نش وثارت أقنش إني وضبب واتزم شا إنش وضبب واتزم شا مغا شك زوم ما ارتحرم شنا ذول قاعدة غان غيدا زوم خميلة ايش غي وقع شا اربي العالمين واشي تجي شامبرشا واشي تجييف اربي وخاكي تشدي وخاكي تزيا ونغنيتي ناس نشتغو في واتحجي غشا واتحجي غشا ما غاي نزر حسران ما غار غار حسران ان شاء الله تيف نشو اسم ما دار غير نفسا لطيف شك واحد دين بعدها يوقع شا يا اخي ما نبدي المارد اما في سبيتا مرات روح مسيج سد زاميجنا وني خصن ستيرتي تحب سيج لي سبيتار مي غادر حقد والله يا تفل صاله مهريش قليل ويتزرد مرات في الدين شنيش يتزرد تغير سنغار هذه الفري والله ذي قما يهريش يا استاذ مش غزرد الله اكبر يا مين يعنى ويا ماذا الجهل ماذا الغفله ماذا التغيوري ماذا العلم ماذا مظهرنو ما مين يعنى اتفل بس والله لا يجن الناس ما واتزيد الناس قما فاق وهدي غا القبلة تغسل سجي القمة غا القبلة انت باش غادي الزرد ما هذا يا مسلمون لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يوذف خيج نتمغاف يوفيت
الناس مالك يا أم فلان انت زفزفين لا يستمسي لا يستمسي تاجر في الناس الحمى لا بارك الله فيها يا رسول الله في الناس تمسي يعني تدعى خاس الناس لا تسب بالحمى فإنها تذهب بذنوب المؤمنين المسلمين كما يذهب الحديث كما يذهب الكير بخبث الحديد الناس وكاشات يمسي مرض القفيش المرض 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 دوان سيد ربي العالمين يتصدي خوي يقصد يتهار أقوني يقصد يتهار سيد ربي العالمين يتشاس المرض النيق ويتشاس النقمة ويتشاس العذاب ويتشاس العقاب إنما الله تبارك وتعالى يتصدي خيودان يتعافى ذن الزايز يسجن في ذن الزايز إن النبي له وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه ما رأيت فيث أذي يموت المرض أن ينغيث الرحمة المغفرة ما رأيت دا السيري ذيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ما رأيت جنفيد تهرش تجنفيد تايد ما اشتفغذ أكنا وثابق وقتم وذفر أذفر ماذا يشان نمسخ مريضات بجنة لا أذفر طاهر في لونه وصفائه إيقى سيدنا رسول الله ولهذا يا المسلمون يؤذ النبي صلى الله عليه وسلم أخيش معايز يفيد يهرش الناس أبشر صحتك الناس منوني الناس إن الله يقول إن الحمى ناري ناري أسلطها على عبد المذنب على عبد المذنب لتكون حظه من النار الناس قد مرضك تمسيت قسيشات هرشت من زماء قارب العالمين السحمة الرمث النش قد تنتصغها نشتي تمسيت أي النيق أي النيق الزاد زيت مسيت نيت صغاني رحموا النيق أجيكين وها ما ورنا ورا سيدنا رسول الله أي نعم أيها المسلمون فا أذن صغال فيتنا يجري وفي ذي تزدخ سونتا يجي سونتا يسجد خد النبي صلى الله عليه وسلم واكيس يسيور يكسي سونتا نين دارت الناس ما لذ هرشي الزد ماش زمال ما مش زمال صافي الإشارة وها الركوع سل إشارة سمات انت واش سمات قفنيك وقا ما بخصص شن ذي سيدة ربي من غاش وعديسني قيا جب قيا علم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم ما في صدور العالمين ربي سبحانه وتعالى إن سخمي غزدد الإشارة وها الركوع قدا السجود قدا منو من زمان واتق سنتا ورخ هيضاض ورخ خنطاربة ورخشة الزاد جاري خفني شغال قبل ما الزمال مرواد الزمال ما عليكش الزاد ما مش تدين ايوا اي ناس نيين اللي سبيطار الزاد انت تغيما ديني اوسان اذين تكن لا اله الا الله نعم ايها المسلمون اواني الفتنة ثاني جات ان شاء الله صحيح نعذر الفتنة ثاني جات ربعا ذي يفضل سنة الجنفان شباب وخصوصا بالشباب وانت التوغ سنة الجنفان الدور عند المؤمنين العقب الغاصي ذال بين هذا التوبن استغفارا سمحان ولكن يوذان من داس انت جندي هدار دي بارا تعيب خاس الشغرني اوي هاي 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 قرب تغاليس لهم رخثو الناس يجني الحرام في جال حيجة تغيش هو في دعاين في جوارة مشنا وثار غنت في السوق او ميغا في جال حيجة بين كنت خاسوني وني تغا سيقاني ورني فاغن الناس الخصا بيذو في قضايا مكوشي قرب تغاليس لهم قرب معناه دي ثلاث خصنا وحنجان وخصنا أثيت وريت زدة وريت سجم وريت السنة وريت الحلال وريت سوارخ الدين وخصنا الدجا التصنيع ذان وقبر الدجا تمسرعي وقبر ذاوان صن مزي الديس يقارس داخل ما كتني وهذا اللي جنفيتنا المؤمنين يخصفنا نصبان لأن الله سبحانه وتعالى يصفن أقل الناس لا بد أنهم أكنوا فتنني إني ويقبر الدين الذين يتبعون الشهوات نغ الكافرين نغ المشركين ولا تسمعون منهم أذن كثيرة أي قال القرآن لا تسمعون أذن كثيرة أتصك إنه غضار سوار ولكن ولا يضركم شيئا وذوم كجنوال ما رسم ما الله تبارك وتعالى أقذكهم أكنوا ينصار أكنوا هذا ميس شنابريد إن شاء الله تعالى ثم من دس غيني شفاس ابن هذا المراد المؤمن شفاس حد النظن جيث جيث شفاس عاود من دي الدول شفاس ما نيجوا جيس ما نيجوا والله ما دياني صوريف
ولد يعني يور، ولكن المؤمن يجن مبتلى مفتون إن شاء الله تبارك وتعالى مع صبره. الله تبارك وتعالى ذي كرم. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.